السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتعلم مع بعض حبايبي النهاردة فكرة الوحدة بتاعتنا، ازاي نحملها بكل التفاصيل وخطوة بخطوة. انا عملتها في الفيديو النهاردة بداية الدائرة السحرية، وعملتها بلون واحد. اللي حابب يعملها اكتر من لون، او نعملها في القناة اكتر من لون، او التشبيك يقول لي في التعليقات وهنعمل. يلا بينا مع بعض نتابع فيديو النهارده. هنبدأ مع بعض بالدايرة السحرية، واحنا هنا عملنا بلون واحد علشان الغرزة بتاعتنا تبان. بعد كده لو حابة تعمليها بأكتر من لون ياريت تكتبي لي في التعليقات، وانا هنزل لكم بأكتر من لون. تمام، الموضوع ده يعني تغيير الوان سهل جدا، ويبدأ طي الخيط سطر جديد عادي. يعني نبدأ مع بعض، واحد اثنين ثلاثة أربعة. باخد الخيط بس أقفل شوية كده الدايرة، وأدخل جوة الدايرة وأعمل عمود بلف، وبعدين غرزة وأدخل تاني وأعمل عمود بلفة، غرزة وأدخل أعمل عمود بلفة. بنعمل 8 عمود بلفة بينهم غرزة بالشكل ده. كده عملت 7، وهعمل 8 سوري، وهقفل بمنزلقة في ثلاث سلسلة، 1 2 3. تمام، يبقى احنا عملنا اهي العواميد بتاعتنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 عمود. الدور الجديد بعمل غرزة سلسلة، وبدخل في نفس المكان في العمود وبعمل غرزة حشو، وبعدين باخد الخيط وبدخل في الغرزة الحشو اللي بس انا بقى غرزة الحشو سوري مش في العمود، انا بس عايزة اوضح في الفراغ اللي هو السلسلة اللي في النص. تمام سوري، وبعدين باخد الخيط عشان ادخل في الفراغ التاني او السلسلة التانية، واعمل عمود بلفة، 2 عمود بلفة، 3 عمود بلفة، 4 عمود بلفة، 5 عمود بلفة، 6 عمود بلفة، 7 عمود بلفة. تمام، والغرزة اللي عليها الدور بعمل غرزة حشو، واخد الخيط والغرزة اللي وراها بعمل 7 عمود بلف، 2 3 4 5 6 7. والسلسلة اللي في النص هنا بنعمل غرزة حشو، هكذا شايفين شكلها. اكمل كل الثمان عمويد وكل الدايرة وارجع لكم تاني. خلصنا كده وجينا في غرزة الحشو التاني الاولانية، وعملنا بالشكل ده، عملنا 4 وحدات. وبعدين بنطلع 1 2 3 4 للسطر الجديد، وندخل في نفس المكان وبنعمل عمود بلفة، وبعدين 1 2 3 عمود بلفة تاني. يبقى عملنا كده 1 2 3، باخد سلسلة وبعمل عمود تالت. تمام كده بعمل 4، وبعدين بعد 1 2 3، وباجي هنا في العمود اللي انا عاملاهم، باجي 1 2 3، وفي الرابع هنا بعمل غرزة حشو من اي اتجاه يعني. تمام، وبعدين بطلع 1 2، وباخد الخيط وباجي في غرزة الحشو هنا وبعمل عمود وسلسلة، عمود تاني، واحد اتنين تلاتة سلسلة، وعمود تالت وسلسلة،
وعمود رابع. تمام. انا لما اجي ادخل على الغرز بتاعتي اللي هعملهم بعمل ايه؟ اتنين سلسلة. لما اجي اطلع بعمل تلاتة، واحد اتنين تلاتة، وباجي هنا العواميد بتاعتي هنا اوضح، واحد اتنين تلاتة، وفي الرابع هنا باخد غرزة حشو اهي، وهكذا لغاية اخر ايه السطر. تمام. اخر سلسلتين، وبعد بناخد الخيط وبنعمل عمود في اخر جزء بالشكل ده. تمام. بعدين بنطلع سلسلة وبنيجي ندخل في السلسلة هنا الاولانية اهي، وبنعمل غرزة حشو. تمام. بعد بناخد الخيط وبندخل في اول سلسلة عملناها بعد العمود الاولاني، نعمل واحد عمود، اتنين عمود، تلاتة عمود، اربعة عمود، خمسة عمود، ستة عمود، سبعة عمود. بعدين في الثلاث سلاسل دول بندخل نعمل غرزة حشو. والناحية التانية برضو من العمود اللي احنا عملنا له فيه غرزة هنا بين العمود والعمود، بنعمل سبعة عمود بلف، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة. وفي غرزة الحشو هنا بنعمل غرزة حشو. تمام. وبعدين بنيجي برضو في الغرزة هنا ونعمل السبعة بتوعنا، سبعة هنا، وبعدين غرزة حشو، وسبعة في الركن بالشكل ده. بنعمل نفس الطريقة في كل الدايرة ونرجع لكم تاني. كده خلصتها. ونيجي للسطر الجديد، بنطلع واحد اتنين تلاتة اربعة، وناخد الخيط وبندخل في نفس المكان في غرزة الحشو، وبنعمل عمود بلف، وبعدين بنطلع واحد اتنين تلاتة، وبنيجي في الرابعة، واحد اتنين تلاتة، والرابعة هنا بنعمل غرزة حشو، وبعدين واحد اتنين، وبنيجي هنا في الجزء اللي هو بين الاتنين اللي عملناهم، بنعمل عمود بلفة سلسلة، عمود بلفة تاني، وبعدين واحد اتنين تلاتة، عمود بلفة سلسلة، عمود بلفة تاني، وبعدين واحد اتنين، ونيجي في الجزء اللي هو غرزة الحشو دي بنعمل فيها عمود بلفة سلسلة، عمود بلفة تاني، وبعدين نعمل واحد اتنين تلاتة، وبنيجي في الغرزة الرابعة، واحد اتنين تلاتة، في الرابعة هنا واحد عمود اتنين تلاتة، والعمود الرابع غرزة حشو، واحد اتنين، في غرزة الحشو دي بنعمل عمود بلفة. هنا عملنا ايه؟ غرزة حرف الفي. هنا بنعمل عمود سلسلة، عمود تاني، واحد اتنين تلات سلاسل، عمود تالت سلسلة، عمود رابع. تمام. هي دي الفكرة بتاعت ايه السطر دوت بالشكل ده. عملنا بداية غرزة حرف الفي، وبعد كده الاربع عمود، غرزة حرف الفي والاربع عمود، وهكذا لغاية لما نخلص السطر كله. وهرجع لكم تاني عشان اوريكم الشكل النهائي. جينا في الاخر هنا وعملنا، دخلنا في السلسلة ودخلنا من جوه هنا وعملنا منسلقة، وطلعنا واحد اتنين تلاتة، ودخلنا جوه الغرزة حرف الفي وعملنا اتنين كده، اتنين عمود بالسلاسل، تلاتة اربعة خمسة
ستة سبعة. تمام، جينا هنا في غرزة الحشو، عملنا غرزة حشو، وبعدين سوري بعد اتنين سلسلة غرزة حشو هنا، وبعدين اتنين سلسلة في في الأربعة دول. بنعمل في أول غرزة بنعمل سبعة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة. طبعا الخيط بيفرق معاكي في ايه، في حجم الوحدة بتاعتك اللي بتشتغليها. خدنا غرزة حشو، باجي ادخل في التلات في السلسلة ديت اللي في النص بين العمودين، واعمل برضو سبعة اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، وبعدين باجي أعمل غرزة حشو في غرزة الحشو دي، وأخد الخيط وحرف السبعة في السبعة هنا، بعمل برضو سبعة عمود بلفة، اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، وهعمل غرزة حشو هنا في غرزة الحشو، واخد الخيط وفي الأربعة دول في أول غرزة بين عمودين بعمل السبعة بتوعي، اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، وبعدين في التلاتة دول بعمل غرزة حشو وباخد الخيط وبعمل سبعة برضو في المكان هنا، عمود اتنين عمود تلاتة عمود أربعة عمود خمسة عمود ستة عمود سبعة عمود بلف، وغرزة حشو وغرزة الحشو. بالطريقة دي أنا بكمل السطر بتاعي أهي. طبعا انا عندي اشتغلت فيه فاتعوج معايا لانه خيط قطن، فبيمسك حسب اللي انت التانية اللي انت عاملاه، يعني عملته كده هو مسك كده اهو، فردته كده اهو اتفرد بالشكل ده. تمام، هكمل انا السطر وهرجع لكم تاني. زي ما عملنا في الغرزة اللي قبليها اللي هي حرف الفي، اربع سلاسل وفي نفس المكان غرزة، بنشتغل بالطريقة دي في كل المراحل الجاية، يعني كل السطور اللي بعد كده بنشتغلها بنفس الطريقة. بنعمل غرزة مرة غرزة حرف الفي والاربع عواميد، وبعد كده غرزة تانية اللي هي غرزة المروحة دي. تمام، هنبدأ نعمل كل النظام دوت كل مرة بنطلع بيها، مرة كده ومرة كده. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستفدنا بحاجة جديدة واتعلمنا فكرة جديدة للوحدة بتاعتنا بتاعت النهاردة. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات أخرى بإذن الله. مع السلامة.